استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي انا حاصل؟ دي شويه شباب بستلزق بيها، وبعدين خلاص جت عليا انا، ده انا بجري على ايتام. بس يا بنت صلاح. اه يا باشا. شوف لك سالفه في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح وانا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك بطاقة؟ ضايع بس معايا صورتها. طب بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه، ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان محدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد اعمل لي شويه قهوه.